السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغرب نيوز، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء. معنا مباشرة أحد أزواج قصار القامة، معنا عبد الله وشادية. عبد الله وشادية القصة ديالهم غريبة وفريدة من نوعها في نفس الوقت. عبد الله وشادية تزوجوا عبر منبر إعلامي اللي كنكنوا له كل الاحترام والتقدير. تزوجوا هذه مده ديال سنه، وكما تسمعوا على اللسان ديالو هذه العلاقه الزوجيه اللي على سنته ورسوله بطبيعه الحال جاء من خلالها واحد المولوده اللي هي ما شاء الله، اللهم بارك، اللي كتشوفوها هزه الاخت شاديه. غادي تتابعوا معنا القصه ديال عبد الله وشاديه. سي عبد الله السلام عليكم. سي عبد الله، المغاربه عبر قناه مغرب نيوز بغا يعرفوا القصه، كيفاش تزوجتي مع شادية؟ الحمد لله حتى ولا عندكم هذا المولود هذا، عاد نوصلوا للمعاناة اللي من أجلها حنا جينا على قبلكم هنايا. ديك الساعة سميتو درت درت واحد الفيديو سميتو واحد القناة، قناة شوف تي في، واحد القناة سميتو، وطلبت فيه بنت الناس، درت طلبتي تقلب على شي بنت الناس تزوج بها؟ تبقى تاع الله. اخترت شادية. اخترتي شادية، اللهم بارك، اللهم بارك. اخترت شادية، هذه هي اللي عطتنا سمعي، هذه هي الوحيدة اللي اختيرها في يومي هذه. وعطيت شادية نسمعوا حتى الرأي ديالها في هذه المسألة هذه. صافي هضرت معايا، صافي سميتو وصافي. قلت لها مرحبا، إلى متى مرحبا. عطيت شادية، شادية اختي. السلام عليكم. مرحبا. اختي شادية، بغينا نعرفوا القصة، كيفاش حصل الزواج؟ أنا قلت لك تلاقينا على واحد اللايف كانت دايرنا فاطمة الزهراء، شوف تي في، وتعلقت لها على هذيك اللايف بحال هكا. علقت على هذيك اللايف، قلت له، قال لهم هو محال واش نلقى شي وحدة قدي يعني واش تقبل عليا وهذه وأنا بحال هكا بحال هكا. قلت له انا راه كاينين ولاد الناس وكاين اللي تاهما بحالك. صافي قرا ديك الميساج وبقينا كنتواصلوا انا وياه، صيفطت له مرتو بقينا كنهضروا انا وياه. مشى عند خويا هضر مع خويا ساكن هنا في الرحمه. صافي وتزوجنا في شهر 12/2021 العام اللي فات، و 2001 وفي الاخر ديال 2021 ترزقت عطاني ربي بنيه، اللهم بارك. سميتها مريم، وكان باغي يسمي مريم اللي كانت تعرف عليا، كان دار واحد الضيف عاوتاني الثاني، عاوتاني كان باغي، قال لي غتزوج ولا الا رزق الله بالبنيه ولا وليد، غتسمي اما سليمان واما مريم، عطانا ربي مريم. هو دابا جا من جهتك، دابا انت جا من جهتك انت كأم. سي عبد الله، ربحاتك اختي شادية، ربحاتك دابا انت، ربحاتك دابا شادية، ربحاتك جات بنت. الحمد لله. أنا إلى والدي بنت أسميها مريم. وإذا كان ولد سليمان. سليمان. هي ربحاتك دابا شادية، ربحاتك. واخا أختي شادية، دابا الحمد لله، دابا أنتم تزوجتوا ورزقكم الله بهذه البنية ما شاء الله اللي كنشوفوا قدامنا الآن، كنشوفوا المشاهدين ديالنا. دابا بغينا نعرفوا شنو المعاناة اللي عندكم. دابا حنا عرفنا بأنكم الآن كتعيشوا واحد المعاناة. كتعيشوا معاناة، وهذا المنزل اللي حنا فيه الان هو بيت للكراء، غير باش المشاهدين نوضحوا لهم الصوره، هذا بيت للكراء. دابا بغينا نعرفوا، والمشاهدين كذلك بغوا يعرفوا المعاناة ديال شادية وديال عبد الله، المعاناة اليومية اللي كتعانيو. انا حنا كنا كنفطر في السلطة لتحت في القيصرية، كنا كنلعبوا واحد الدويرة صغيرة على هذه 34 فين، بقينا كنقلبوا والشهر كيجي قاصح. يلا كيجمع ديك 1000 درهم 150 درهم بحال هكا، كيجي الشهر واده، كيجي معاه واده. وجينا قلبنا على هذه عاوتاني، حتى هي ماشي رخيصه وماشي غاليه بجوج. شحال انتم ساكنين دابا هنا اختي شادية؟ هنا في الدار. دي دابا 7 شهور. 7 شهور؟ شحال السومه الكرائيه عندكم؟ شحال في الشهر كتخلصوا؟ 30. من غير الموضوع؟ من غير الموضوع. واخا كيفاش كتدبروا الامر ديالكم انت وعبد الله؟ كيفاش كتدبروا الامر ديالكم؟ ايوا
هو كيبقى يتقاسم من هنا ومن هنا و... انا ما كنخدم ما والو انا غير لا عارف. سي عبد الله كيفاش كدبر الامر ديالك اخويا من ناحيه المساله ديال خاصك 30000 ديال الكرا وخاصك المعيشه وخاصك يعني كان عندي نقاط الكرا الكرا كنت الى كان هذا السكنه بلا بلا كرا يعني متى سميت واحد الكرا اللي صغير كرا واخا وحتى حتى الطبقه اللي انت ساكن فيها اخويا عبد الله فهي الطبقه في الطروازيام تروازيام ايطاج يعني صعيبه على الانسان اللي هو صحيح صعيبه عليه يطلع فما بالك انسان اللي ذوي احتياجات خاصه قصر القامه بالاضافه الى انك كتعاني مثلا حتى في الحركه ديال المشي ديالك ماشي عاديه كتستعمل عكازين كتستعملهم باش كتحرك واش هذا الشيء ما كيشكلش عليك واحد الخطوره مثلا على العظم ديالك ولا ياك ملي كيكون كنشد الطريق هكا هو كيمشي غير كيتمشى غير بالعكاكز ملي كيتمشى بزاف كيجي في الشيخ كيقول لي راه رجلي ضراني ما كيقدرش يمشي حتى من هنا لرافينا بلا عكاز خصو ضروري العكاز يعني الا بغى يمشي يجيب غير كاس الماء كيستعمل عكاز ضروري العكاز كيمشي عا حاشر غير طواليت الشرطه ضروري لان ضربت المسافه كبيره الا ضربت مسافه من هنا الكوزينه تمشى شويه بالجوال كي كان هنايا ما نقدرش نضرب مسافه من هبط من الدروج ولا من ضرب هذه المسافه ما نقدرش نضرب هذا الشيء ضربنا الصالون بيت نهايه الكوزينه كملنا اختي شي شادية يعني ما عنده لا موطو لا حتى شي حاجة كيكون كيمشي يترزق الله كيعيا بزاف طريا كيعيا دابا شنو هي الاحتياجات ديالكم اختي شادية شنو الاحتياجات ديالكم باش المشاهدين يعرفوا شنو الاحتياجات ديالنا بغينا غير شي دويرة هكا تكون سفلية عيد بدا غير الكرة تكون سفلية في ما كانت لا غير باش لا هو راه حيت عبد الله انا شويه اييه انا راه شويه ولكن هو كيبقى فيا ملي كيجي في العشيه من برا يعني كيكون خصني شي حاجه للكوزينه ولا شي حاجه كيقول لي انا ما فيا اللي يهبط ما فيا اللي يهبط راه رجليا كضرني صافي كيبقى فيا وكنفضي لك الصخره يعني هذا الشيء علاش قلنا بانه خاصو سفلي وبالاضافه الى ذلك كذلك خاصو حتى شي حاجه اللي يتنقل بها ايوا ما كرهناش خاصو شي حاجه اللي تنقل بها ماكرهناش اخويا ماكرهناش حيت كاين دوك الدراجات ثلاثيه العجلات اللي بطبيعه الحال كيكون فيها حتى البلاصه ديال الطفله والزوجه كتكون حداه ياك هادشي هادشي راه هو ممكن انه يتحقق ان شاء الله والله ماكرهنا اخويا ممكن يتحقق ماكرهناش هادشي ماشي غريب على المغاربه الحمد لله نتمناو يديروا فيه خير ما يبقاش يتمشى هكاك راه كيتعذب بزاف والمتطلبات دابا ديال البنيه دابا ديال مريم على حسب لي كوش ودابا على الحوايج وصافي اما الحليب ما كنعطيهاش الحليب ديال دابا كترضع على البزوله مزيان احسن حاجه احسن حاجه واخا سي عبد الله شنو 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 المتطلبات ديالك وشنو الحوايج اللي بغيتي المغاربه خوت كيعاونوك فيهم كنقول لهم الله يرحمهم عليا اللي يعاونا بشي حاجه اللي يعاونا اللي كاين ولا شي دويرة الله يرحمه ولا والدين اللي ما عندوش لا يسرى عليه اللي ما قدرش لا يسرى عليهم ولا يستلموا جميع المسلمين لا يسرى عليهم و سميتو الله يرحمه عليه يجيبو بيتنا سي داك سميتو وليد فقيد الأمة فقيد الأمة الله يرحمه آمين وربي اللي بغاه ربي بغاه باش ماشي راه القضاء امين الحمد لله ماشي الدنيا راه ماشي كلنا غاديين غير بصح غير مولا نوبه واخا هذيك الدنيا كامله واخا هذيك المغرب كامل بصح عمولا نوبه كما كنقولوا عمولا نوبه كل واحد ونوبته كل واحد النوبه ديالو لا عائلته ولا يصبرهم القضاء والله يرحم جميع الاموات المسلمين شادي اختي باغا تعزيزه تينيت انا كنقدم التعزية للام ريان والاب ديالو لعائلته والله يرحمه ويسهل عليه وما دير بالك والو راه ربي بغاه راه تبارك الله مسكين مشى طير من طيور الجنة ما دار لا ذنوب لا حتى شي حاجه الحمد لله ربي بغاه وربي داه وما دير بالك والو من امتي راه كنا عندنا الكبده وكنا بقى فينا وازمنا وبكينا
كنا كنتمناوه يخرج حي يرزق لوالديه وربي بغاه ما عندنا ما نديرو داكشي ماشي خساره في الله ربي بغاه اكيد. اذا الكلمه الاخيره ديالك اختي شادية لخوتك المغاربه. انا كنتمنى من المحسنين محمد ملكنا محمد السادس نصر الله يعطيني واخا غير بويت ما يبقاش غير ما يبقاش مرش مول الكرا يبقى يدق عليا في راس الشهر راه الكرا صعيب الكرا صعيب للناس اللي كبار بصحتهم واللي عندهم الصحه وخدامين ما بالك حنايا ما عندنا لا ديبلوم ما عندنا خدمه ما عندنا حتى شي حاجه ما عندنا لا مدخل لا والو. الراجل على انت كتشوف الصحه ما كاينش وعلى قد الحال والخدمه ديالو على قد الحال عنده ودابا ربي رزقنا البنيه عطاني المصاريف ديالها غيتزادوا معاها وبزاف بزاف بزاف يعني مازال كيتسنى بزاف وكنطلب من المحسنين يعطوني غير واخا غير دويره واخا غير بيت يكون ديالي يعني ما كنطلب والو كنطلب هادشي انايا يعني بغيتي غير ستره انت وهاد السيد هذا وهاد البنيه الله يخليها لكم يا ربي امين ياك السلفه غير عبويت يعني ما يدق عليا لا مول كرا ولا حتى شي حاجه نستر بنتي وتستر راجلي ونستر حتى انا معاهم ان شاء الله ان شاء الله اللي كيقوروا راجلي كيجي يديه لنا مول كرا صافي اه عندكم مشكل ديال الكرا عندنا مشكل ديال الكرا مشكل ديال الكرا عندنا مشكل ديال الكرا اه الكرا قهرنا واخ. اذا مشاهدين ديالنا الاوفياء مشاهدين قناه مغارب نيوز كيف ما سمعتوا معنا هذه قصه معبره قصه ديال الاخ عبد الله والاخت شاديه للتذكير الناس اللي التحقوا بنا مؤخرا. فالاخ عبد الله والاخت شاديه هما كما كتلاحظوا معنا هما مداوي قصار القامه. الزواج ديالهم كان بواحد الشكل فريد من النوع ديالو. تزوجوا عبر منبر اعلامي اللي كنكنوا ليه كل الاحترام والتقدير. هاد كما قلنا هاد الزواج على سنه الله ورسوله جاء على اثر هاد الابنه اللي كتشوفوها الان شاده الاخت شاديه. هما الان الحمد لله كيعيشوا الحياه ديالهم طبيعيه ولكن اللي ماشي طبيعي هو بطبيعه الحال حنا راه كنعرفوا بانه هاد الظروف اللي كتمر بها العالم كله والدوله المغربيه ظروف ديال كورونا يعني الجائحه هذه اللي قلبات الدنيا راسا على عقب مع الاصحاء فما بالك بالناس اللي مثلا قصار القامه واكثريه عبد الله فما كيتحركش الا ما استعملش العكازين ديالو. اذا كان ممكن تبدلي لك العكاز ها هما شكرا ها هما السي عبد الله راه ما كيتحركش الا ما استعملش مسكين هاد العكازين ديالو. عاخلك فلوسك عبد الله باش يشوفوا المشاهدين ديالنا. عبد الله مسكين مازال شاديه الحمد لله رغم قصه القامه ولكن الحمد لله كتمشى الحمد لله كتحاول هي كتكون كتهز كما كنقولوا الضغط بزاف ولكن عبد الله الا طلع البيت ديالو اللي هو في الطبقه الثالثه يعني الطابق الثالث الا طلع والا خصت غير شي حاجه بسيطه واخا تكون غير الملحه واخا تكون شي حاجه ما يقدرش ياك اختي شاديه ما يقدرش لا قول للمشاهدين باش يسمعوها بانه ملي كيدخل في العشيه وانا ساكنه في الثالثه من يسطح ملي كيدخل في العشيه وكنبغي شي حاجه انا للكوزينه ولا كتكون عندي بنيه كتبكي ما نقدرش نخرج انايا كنقول ليه عبد الله راه خصني الحاجه الفلانيه كيقول لي انا ما نقدرش نهبط راجليا كيضروني صافي كنفضي انا كنفضي ما نقدرش اما كنهبط انا ولا كنفضي صافي ما كنبقاش باغا ديك الحاجه. اذا نطلب من مرحبا نطلب من المحسنين محمد السادس ملكنا الحبيب يعطيني غير شي واخا غير بويه السفلي على قبل راجلي والله يرحم الوالدين والله يسهل على كل واحد. دابا انت كتناشدي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن ياك انا كنطلب حتى المغاربه اللي في الجاليه المغربيه اللي داخل واللي خارج انهم يتعاونوا معاكم لانكم تستحقوا يتعاونوا معايا باش ما سخاهم الله لانكم تستحقوا صراحة تستحقوا على قبل راجلي راه تستحقوا كيعاني بزاف من بالخصوص من رجل السريه ديالو كيعاني بزاف منه. يا راه كنشوفوا في الرجل ديال عبد الله ها هي كضرو بزاف ما كيقدرش يتمشى بلا عكاكس. هذا الرجل اللي وصل كما كنلاحظوا انتم كما كتلاحظوا معنا مشاهدين الكرام كيكون شي طريق طويله ولا كنمشيو شي بلاصه انا وياه طويله كيبقى يرتاح كيبقى يتمشى ويرتاح. ما كيقدرش يشد الطريق بزاف ما كيقدرش يشد الطريق نيشان احنا حيت حنا شناه دابا غير
باش يتلقى لينا هنا حدا الشانطي. راه صعيب كنت كنزرب عليها انا، كنت كنقول راه يلا هما غيوصلوا غيبقوا تما واقفين، الناس غيوصلوا غيبقوا تما واقفين، جريت غير باش يعني هو مشى مسكين قبل. مسكين مشى قبل منكم انتوما. واخا سي عبد الله كلمة الأخيرة ديالك للمغاربة سي عبد الله، ورفع الصوت ديالك شوف باش يسمعوك. كنشكركم دابا، كنشكر جميع الناس، الله يرحم الوالدين، كيسلموا الجميع. مشاهدينا الأوفياء راه كتلاحظوا سي عبد الله راه من الناس الحشوميين، يعني لاحظوا راه حتى الطريقة ديالو مسكين في الكلام هو حشومي، يعني ما بحال ما باغيش يوقف هذا الموقف هذا، ولكن اضطراتو الظروف بطبيعة الحال غلبوا الزمان، اضطراتو الظروف انه يخرج هذه الخرجة إعلامية رفقة الزوجة ديالو. فاللي كنتمناو حنا من هذا المنبر هذا، حنا بطبيعة الحال حنا صوت كما كنقولوا من لا صوت له، كنتمناو نكونوا في المستوى ديال التطلعات ديال المشاهدين وديال لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن. اللي كنتمناو هو أنه يتم على الأقل المساهمة بمشاركة هذا المقطع ديال شادية وديال عبد الله، هذه راه في حد ذاتها مساعدة، شي غير أنك توصل المعاناة ديالهم راه في حد ذاتها مساعدة مباشرة، ياك أختي شادية؟ هذه حتى اللي ما لقى ما يدير غير على الأقل يدعي أو لا يبارطاجي المقطع ديالكم باش يشوفوه الناس، يساهم أنه الناس يشوفوه. إذا كما أقول دائما لكل بداية نهاية، إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر، وأكيد غادي نواكبوا إن شاء الله القصة ديال شادية وخونا عبد الله، وغادي إن شاء الله نجوا هذه المرة إن شاء الله ونجوا فرحانين إن شاء الله، ونلقاكم إن شاء الله تنقلتوا شي مكان آخر ونفرحوا بكم بطبيعة الحال مع جميع المغاربة إن شاء الله. إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي، من هنا يحييكم، دمتم في رعاية الله وحده، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.